أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، من أكتر المشاكل اللي بنتعرض ليها أصدقائي هي مشاكل تشغيل الألعاب أو تشغيل البرامج. أغلب الأصدقاء لما بيثبتوا ويندوز جديد وبيجي يكلمني يقول لي لما باجي أشغل محاكي معين بيظهر لي الايرور ده ورساله الخطا المشهوره اللي هتظهر لك على الشاشه دلوقتي. من اكتر المشاكل اللي بتظهر، فالرد عليه بكل بساطه ان الويندوز اللي انت حضرتك مثبته هل ويندوز رسمي ولا ويندوز معدل. فبكل بساطه بيقول لي ان الويندوز ده ويندوز معدل او ويندوز مخفف، فبالتالي علشان خاطر امكانيات جهازه ضعيفه فببدا اثبت ويندوز معدل علشان يبقى مناسب مع امكانيات الجهاز بتاعي. ولكن يا صديقي، اول مشكلة بيخبط فيها هي مشكلة نقص ملفات في الويندوز. دايما اصدقائي وفي كل الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها بقولك يا صديقي ثبت ويندوز رسمي، ثبت ويندوز رسمي من موقع مايكروسوفت وابدأ اعمل ليه تخفيف يدوي، اعمل ليه تخفيف بنفسك. فيديوهات التخفيف انا منزلها في القناة، مليان القناة فيديوهات تخفيف وتحسين وتسريع وادوات كتيرة جدا تساعدك انك تخلي الويندوز سلس معاك في الاستخدام بشكل عام، سواء في الالعاب، في المونتاج، في البرامج، في كل شيء على الاطلاق. رسائل الخطا اللي بتظهر لينا دي يا صديقي ده سببها الويندوز. ايوه سببها الويندوز. واحيانا يا صديقي بتصدف معاك حل كده ببساطه يعني، واحيانا ما بيتحلش معاك المشكله بالرغم انك انت لسه مثبت ويندوز. واكيد اول حد بيقول لي انا لسه مثبت ويندوز دلوقتي، انك انت لسه مثبت ويندوز دلوقتي دي مش مقياس او علاقه ان الويندوز الجديد يبقى ما فيهوش مشاكل يا صديقي، لا ده بالعكس. احيانا انت بتكون لسه مثبت الويندوز الجديد ولكن معدل هو اصلا فيه مشكله معينه، فانت ثبته بمشكلته على طول. تيجي تشغل لعبه يقول لك ايرور كذا، تيجي تشغل برنامج او محاكي يقول لك ايرور كذا. فخلاص انت لازم تثبت ويندوز رسمي، لازم تدخل على الموقع الرسمي مايكروسوفت تثبت ويندوز، سواء ويندوز 10 برو 64 بت او ويندوز 11 برو 64 بت براحتك، ولكن انا عن نفسي بفضل ويندوز 10 برو 64 بت. ايه الموضوع النهارده؟ الموضوع ان انا هقدم لك حزمه، الحزمه دي ممكن تساعدك في حل المشكله دي ان شاء الله يعني. فكل اللي عليك يا صديقي هتلاقي رابط الحزمه موجود اسفل الفيديو في الوصف، حملها عشان تبدا تثبتها معايا. والحزمه موجوده على سطح المكتب زي ما انت شايف. الحزمه دي يا صديقي حجمها مش كبير، ولكن الحزمه دي هتحل معاك مشاكل كتيره جدا في تشغيل الالعاب. لو ظهرت عندك اي مشكله او اي ايرور عند تشغيل الالعاب او البرامج، اول خطوه تاخدها ان حضرتك تحمل الحزمه دي وتبدا تثبتها عندك على الويندوز. ربما الحزمه دي تحل لك المشاكل بتاعه تشغيل الالعاب والبرامج والمحاكيات واي ايرور بيظهر لك عند تثبيت او تشغيل برنامج معين. طيب خلينا مع بعض يا صديقي، فاول خطوه معانا اصدقائي هو ان احنا نستخدم الحزمه دي، نفك الضغط عن الحزمه ونبدا نثبتها بكل بساطه. وركز معايا لان الخطوات اللي جايه سهله ومهمه. حضرتك بتيجي على الحزمه كليك يمين وبعد كده اكستراكت تو بالشكل ده، هيبدا يفك لك الضغط عن طريق فولدر صغير زي ما انت شايف كده. تدخل على الفولدر ده بتلاقي المحتويات بتاعه الحزمه، والمحتويات دي حاجه اساسيه يعني. المتطلبات بتاعه الويندوز بتعتمد بشكل كامل على الحزمه اللي موجوده قدامك في تشغيل الالعاب، في تشغيل البرامج. واغلبيه مشاكل الالعاب بتيجي بسبب ان مش موجوده الحزمه اللي انت شايفها دي. فيفضل انك انت تحمل الحزمه دي وتثبتها. احنا مش هنيجي على كل اصدار ونبدا نثبته لوحده، لا الموضوع بسيط. هنا عندك ملف صغير بالشكل ده، هو ده اللي احنا هنستخدمه. بتيجي عليه كليك يمين وبعد كده ران از ادمنستريتور، تبدا تشغله كمسؤول وبعد كده بتضغط على يس. ولو تلاحظ هنا كل اللي عليك انك انت بتنتظر لحد ما يبدا يثبت لك الحزمه بالكامل. انا الحزمه بالنسبه لي انا مثبتها، ولكن انا بدي لك مثال للطريقه اللي انت تستخدمها لتثبيت الحزمه. فزي ما انت شايف يا صديقي هو بيبدا يثبت الحزم من اول 2005 لحد 2022، فهيبدا يثبت لك كل الحزم دي بالنواتين، النواه الاكس 86 والنواه ال 64 بت بكل
بكل بساطة. انا عن نفسي زي ما انا قلت لك كل الحزم دي انا مثبتها، ولكن الحزمة دي حضرتك هتحتاجها جدا 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 في الويندوز بتاعك، فالموضوع يهمك برضو. ما تقولش ان انا الحزم دي مثبتها، جرب حمل الحزمة دي وابدأ استخدمها وشوف لو كانت في حزمة عندك مش متثبتة بكل بساطة هتتثبت معاك بالشكل ده، لا كانت متثبتة فهتطلع لك رسالة ايرور او رسالة خطأ في الاول زي ما انت شفت في الاول ان الحزمة دي موجودة بالفعل ومش لازم انك انت تثبتها مرة تانية. ولكن زي ما انت شايف في حزم اول مرة تتثبت عندي بالشكل اللي انت شايفه ده فهتبدأ تتثبت عندي، فده برضو هيحسن معايا بشكل كبير جدا في تشغيل برامج معينة والعاب معينة بتحتاج النوع ده من الحزمة، لان كل حزمة بتحتاج متطلباتها وبتضيف ملفاتها داخل النظام عندك او داخل الويندوز بكل بساطة. حضرتك بتنتظر لحد ما بيخلص لحد ما يثبت لك كل الحزمة، لان الحزمة دي زي ما انا قلت لك من الحزم المهمة جدا. لو تلاحظ الحزمة المحدثة السي بلس بلس 2015 لحد 2022 وغير كده عندك من 2005 لحد 2022، فكل الحزم دي هتبدأ تتثبت عندك. وزي ما انا قلت لك انا بدي لك حل من ضمن الحلول اللي انت ممكن تستخدمها قبل ما تبدأ تثبت ويندوز رسمي، لانك لو انت استخدمت الحزمة دي والمشكلة ما زالت موجودة عندك فحضرتك لازم تثبت ويندوز رسمي، تدخل على موقع مايكروسوفت تتحمل ويندوز وتعرف ازاي تحرقها على فلاشة وتعرف تثبتها على جهازك بكل بساطة. ده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في نهاية اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.